بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء المشاهدين الكرام في كل مكان، أرحب بكم مرة ثانية في مساحة مثقفة قانونية. وزي ما احتجنا في المساحات السابقة، تكلمنا عن القانون، تكلمنا عن الشرطة، وتكلمنا عن النيابة العامة، وتكلمنا عن المحكمة الجنائية، والآن نتكلم عن جهاز مهم جدا أيضا من أجهزة الدولة وأجهزة القانون وأجهزة النظام، اللي هو الشرطة. الشرطة مهمتها الحفاظ على النظام، مهمتها منع وقوع الجريمة وحماية الأرواح والعدل وتنفيذ القانون بشكل عام. لما نجي نرجع أول الشرطة قديمة، يعني الإنسانية عرفت الشرطة من زمان أول، وأول من أدخل نظام الشرطة نحن المسلمين في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عمر بن العاص، اللي هو في عهد عمر بن الخطاب، وسمي كانوا بيسموا بالعسعس. واساسا كلمه الشرطه جايه لانهم هم اشرطوا انفسهم بعلامات حتى يعرفوا بها. عشان كده نحن عندنا الشرطه عندها زي محدد، حتى سيارات الشرطه عندها شكل محدد، عندها الانوار البارقه، عندها العلامات. واخواننا الشرطه زي ما عرفنا انها هي جهاز مهم لتنفيذ القانون ولحمايه ارواح الناس ولحمايه الممتلكات ولمنع وقوع الجريمه وتطبيق القانون. فالشرطه علاقتها علاقه مميزه جدا بين افراد المجتمع، بين الشرطه وافراد المجتمع. الحقيقه نحن في خلال تجربتنا مثلا في دوله الخليج، في دوله الامارات العربيه، تحديدا في دوله دبي، يا اخوانا نحن لما نتصل على الشرطه عشان نطلب للحضور اذا كنا غلطانين او نحن متأثرين ضحايا، في الحالتين بنحس نحن تحت مظلة آمنة. إذا كان نحن غلطانين بيحاسبونا بالطريقة العادلة، بيتعاملوا معانا معاملة راقية وإنسانية، وإذا كان نحن مجني عليهم بنتأكد إنه نحن ياخذوا لنا حقنا بالطريقة العادلة. عشان كده الشرطة مهمة جدا. صحيح هي نحن يعني أول من أسسناها وكنا بنسميها العسعس، ولكن الآن المجتمعات تقدمت بمراحل كبيرة جدا جدا في دور الشرطة وأهميتها. ومرة ثانية الشرطي يحترم المواطن لأنه هو عبارة عن المظلة اللي بيستظل بها المواطن من هجير الجرائم والمخالفات والأضرار. وكذلك الشرطي بينتظر من المواطن أن يحترمه ويقدره ويسمح كلامه في إطار القانون، لأنه زي ما قلنا في النهاية نحن ما نحترم الفرد، نحن نحترم الرمز المنتمي له اللي هو رمز القانون ورمز السلطة. مرة ثانية نحن العلاقة بين الشرطة وبين الأفراد علاقة احترام متبادل وعلاقة مظلة آمنة حتى يحافظ على المجتمع وعلى عدم وقوع الجرائم، ونلتقي في مرحلة مثقفة جديدة.